بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بأبرز العناوين. 400 كيلو حشيش مخدر يضبطها اللواء 80 حرس حدود بالحديدة. وشرطة المرور تنظم فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار سلامتي مسؤوليتي. أهلا بكم. تمكنت كتيبة من اللواء 80 حرس حدود بقيادة العقيد يحيى منصر مساء أمس الجمعة من القبض على عصابة تهريب مخدرات وحشيش بعد مطاردتهم وبحوزتهم 384 كيلو من الحشيش المخدر. وقال مصدر أمني بمحافظة الحديدة لمراسل قناة سهيل الفضائية إن أتباع الشيخ منصر في منطقة الطائف وبالتنسيق مع إدارة الأمن تمكنوا من القبض على كمية الحشيش في عرض البحر على متن قارب صيد كان يستقله شخصان. الأول يدعى أحمد يحيى عياش خمج يبلغ من العمر 32 عاما، والآخر اسمه جابر محمد إبراهيم جميد في 25 من العمر. وأضاف المصدر الأمني أن الحشيش من نوع بستان سمرقند وهوندا، وقد كانت مغلفة بأكياس بلاستيكية مقاومة للملوحة ومخفية بإحكام داخل ثلاجة حفظ الأسماك على متن القارب. وأشار إلى أن العصابة كانت تحاول إدخال كميات الحشيش بحرا عبر شاطئ منطقة الطائف بالحديدة، وأكد أنه يجري حاليا التحقيق مع المهربين في إدارة الأمن أو في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة قبل إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة. على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية في مديرية الخوخة لمراسل قناة سهيل إنها ضبطت اليوم السبت أحد أخطر تجار المخدرات والحشيش واثنين من معاونيه المطلوبين منذ عام. يوردوها إلى اليمن ومن ثم إلى أقطار المجاورة، والحمد لله استطاع الشباب أن يحجزوا هذه الكمية، والآن سلمناها إلى الباحث وإلى الأمن، ونرجو إن شاء الله اتخاذ الإجراءات والتحقيق حتى يكشف من وراء هذه الصفقة. بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل لمناقشة تعزيز حقوق الطفل اليمني من خلال تطوير السجل المدني، تنظمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونسف للأمومة والطفولة على مدى يومين بمشاركة كافة مدراي عموم مكاتب المصلحة بمحافظات الجمهورية وممثلين عن منظمة اليونسف. وفي الافتتاح اعتبر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور علي محمد الشرفي أو الدكتور محمد علي الشرفي أن تطوير السجل المدني سيسهم كثيرا في تعزيز حقوق الطفل اليمني من خلال تسهيل عملية تحديد الإحصائية والبيانات المتعلقة بشريحة الأطفال. من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف الحياني أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل سكان الجمهورية اليمنية وتكون مرجع لإصدار تلك الوثائق لتستفيد منها جهات كثيرة، مشددا على ضرورة تحديث المعلومات الدقيقة لكل فرد داخل المجتمع وعدم ازدواج تلك المعلومات للفرد نفسه في القطاعات الحكومية الأخرى. دشن اليوم بصنعاء أسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار سلامتي مسؤوليتي، والذي يتزامن مع أسبوع الأمم المتحدة الثاني للسلامة على الطريق. وسيتضمن أسبوع المرور العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والجماهيرية للتوعية بقواعد وآداب المرور. وفي حفل التدشين ألقى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان كلمة أشار فيها إلى أهمية التفاعل مع أنشطة أسبوع المرور تجسيدا للشعور بالمسؤولية الإنسانية والاجتماعية المشتركة عن السلامة المرورية. يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي البالغة
لحضوري معكم هذه الاحتفالية الخاصة بتدشين فعاليات أسبوع المرور العربي والأسبوع العالمي الثاني للسلامة على الطرق على مستوى كافة محافظات الجمهورية اليمنية. وهذه الاحتفالية التي ستشتمل على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية الميدانية والإعلامية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع من مستخدمي الطريق تحت شعار سلامتي مسؤوليتي. إلى ذلك دشنت اليوم إدارة المرور في محافظة شبوة فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام الذي ينفذ تحت شعار سلامة مسؤوليتي. وفي هذا الصدد حيا مدير أمن المحافظة العميد أحمد عمير رجال المرور وأنصارهم من طلاب المدارس بهذه المناسبة، حيث أكد الأمين العام للمجلس المحلي على أهمية تحقيق الأهداف والمضامين التي حملها شعار أسبوع المرور العربي للعام الحالي للحد من الحوادث المرورية التي تزهق بسببها الأرواح وتدمر المركبات والآليات. وبرعاية محافظ محافظة تعز وتحت شعار سلامة مسؤوليتي دشنت اليوم فعاليات أسبوع المرور العربية، كما تم على هامش الفعالية افتتاح معرض المرور السنوي للصور. الله يحفظ الوادي ويحفظ البيت. أخرج السلامة. حزب الإصلاح في رؤيته للقضية الجنوبية المقدمة إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني أكد أن النظام السابق فشل في إدارة مشروع الوحدة وحوله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي أطاح بالشراكة الوطنية وكرس الاستئثار بالسلطة والثروة. تفاصيل الرؤية في التقرير التالي. أوضح التجمع اليمني للإصلاح في رؤيته حول القضية الجنوبية أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد حرب صيف 94 قد فشلت في إدارة مشروع الوحدة وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي أطاح بالشراكة الوطنية وكرس الاستئثار بالسلطة والثروة. وقالت الرؤية إن السلطة حينها فشلت في مواجهة المشاكل المستعصية التي نتجت عن الفترة الانتقالية أو تلك التي نجمت عن الحرب وخروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة من السلطة، بل إنها بدلا من ذلك قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء الجنوب، كما جرى نهب أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين. وأشارت رؤية الإصلاح إلى أن النظامين الشمالي والجنوبي أنذاك قد أخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية، بحيث تحصل كل منهما على دوره ومشاركته في السلطة وفي عملية اتخاذ القرار السياسي بتلقائية ودون عنف. وقد أدى هذا الإخفاق وغياب التجربة السياسية الناضجة لدى النظامين السياسيين في الشمال وفي الجنوب إلى الفشل الذريع خلال الفترة الانتقالية في بناء الدولة الوطنية المجسدة لمضامين وحدة 22 مايو. وأكدت رؤية الإصلاح إلى أن فتح عملية الإقصاء واستجرار صراعات الماضي وتغييب المصالحة الوطنية أدى إلى الإخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، الأمر الذي فتح الباب أمام توظيف هذه الحالة من التشظي في إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90 و94، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين.
تعرضت مساء الخميس كابلات الاتصالات الممتدة بمديرية الرجم بمنطقة جبل أهنم لاعتداء تخريبي من قبل عصابة مسلحة أدت إلى تقطيع الأسلاك. وأفاد مدير أمن مديرية الرجم العقيد الركن هادي الخياطي بأنه تلقى بلاغا بانقطاع الحرارة من قبل مدير فرع الاتصالات بالمديرية، إلى جانب البلاغات السابقة من قبل المواطنين المتواجدين بمنطقة وقوع الحادثة بعد انقطاع شبكة الاتصالات عن منطقتهم والذين قاموا بالتصدي لتلك العصابة. بدوره وجه مدير أمن المديرية بالتحرك إلى مكان الحادثة وأنهم اشتبكوا بالرصاص الحي مع العصابة التي لاذت بالفرار، فيما تم ضبط السيارة التي كانت تقلهم، مضيفا بأن حادثة الاعتداء على الكابلات ظاهرة جديدة على أبناء المحافظة ومدانة من قبل الجميع. وأفادت مصادر مطلعة أنه تم إلقاء القبض على شخصين يحمل السلاح الخفيف والمتوسط بعد وقوع الحادثة بساعات، يشتبه بضلوعهم في عملية التخريب التي لحقت بكابلات الاتصالات بالمنطقة، ولا زال التحقيق جار مع المشتبه بهم. قام وزير الصحة والإسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي بزيارة إلى المستشفى الجمهوري بالمحويت، حيث اطلع على وضع المستشفى من خلال زيارته إلى أقسام المستشفى والتعرف على النقص الكائن فيه. كما التقى الكادر العامل بالمستشفى واستمع إليهم، ووعد باعتماد 10 تخصصات مهمة للمستشفى على نفقة الوزارة، ووعد وبصورة عاجلة بتوفير كل الأجهزة اللازمة لقسم المختبر وإرسال لجنة تأهيل بنك الدم والعمليات ووحدة عناية متكاملة للمستشفى والطوارئ، كما وعد بإعادة تأثيث الدور الثاني. بعث التجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة للأستاذ عبد الله سلطان أحد القيادات التربوية في وفاة والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. حضر تشييع الجنازة وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول ووكيل وزارة الأستاذ علي الحيمي وجمع غفير من المشيعين. عقدت المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها 4 للفصل في القضية المرفوعة ضد مجلس الشورى وتجاوزه لمعايير ترشيح هيئة مكافحة الفساد. ونظرا لتخلف مجلس الشورى عن إحضار الوثائق المطلوبة، أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى الاثنين القادم، وأصدرت قرارا بإلغاء توكيل محامي الشورى واعتبرته كأنه لم يكن، نظرا لمخالفة مجلس الشورى بتوكيل شخص من خارج وزارة الشؤون القانونية. في حقيقة الأمر كانت القضية اليوم أخذت أبعاد كثيرة وأخذت وقت طويل، وللأمانة المحكمة حققت إنجازات رائعة حين أزمت مجلس الشورى بإحضار الوثائق اللازمة لمعرفة كيف تم الترشيح والقوائم الذي بموجبها تم الاختيار. كما أن المحكمة لا ننسى هذا أنها قد حققت نصرا جزئيا في هذه القضية عندما اعتبرت أن الدكتور عبد الله الذبحاني غير ذي صفة وأن كل ما أدلي به كان لم يكن قرار المحكمة لم يكن خارج القانون بالنسبة لصفتي، لأنه من المعلوم أن وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لكثير من الجهات الرسمية، ومع ذلك وحسب توكيل المذكرة المقدمة من وزارة الشؤون القانونية إلى المحكمة التي تضمنت أن يكون الدفاع عن مجلس الشورى مكون من فريق يرأسه وكيل الوزارة وهو الأخ المقطري، كان من المفترض أن تنطق المحكمة يومنا هذا بالحكم بالدفع بأن تفصل في الدفع وبالموضوع معا، لكن نظرا للمستجدات التي طرأت والتي تمثلت بطلب القاضي بعض الإيضاحات والاستفسارات
فقد والتي أخرت الجلسة إلى الساعة الواحدة، وبالتالي أجل النظر بالفصل في الموضوع إلى يوم الاثنين. كما عقدت المحكمة الإدارية المتخصصة بأمانة العاصمة جلسة للنظر في الدعوى المقدمة ضد شركة صافر من عدد من الموظفين بسبب قطع رواتبهم ومنعهم من العمل وإصدار أوامر تعسفية من قبل مدير الشركة بحقهم. وناشد المحتجون القضاء بسرعة البت في قضيتهم كونها قضية مستعجلة تمس قوت أرزاقهم، وناشدوا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير النفط بسرعة التدخل والوقوف إلى جانبهم كونهم من وقفوا خلال أحداث الثورة الشبابية وحموا تلك المنشآت من النهب من قبل المتنفذين. لنا 3 سنوات ومن 4 سنوات وقد حصل مننا مكسري فالارض هذه من يعني مما عانينا في ايام الازمه من الذي تهجموا على الاراضي والذي تهجموا على ممتلكات الشركه ويشترون هبوها، والان لنا 14 بدون رواتب واحنا حامين من ممتلكات الشركه من سيارات من معدات من ادوات من قطع غيار من هناجر من ولا زلنا في موقعنا نختم له حتى الساعه هذه. تقدمنا القضاء لتثبيت خصموا معاشتنا معاشات موقفت مرتبتنا وصرفتنا وكلنا بدون صرفة داخل الأرض. ناشد رئيس الجمهورية والناشد رئيس الوزراء والناشد وزير النفط والناشد المدير العام هذا الشركة صافر أن يحل مشكلتنا وأن يصرف مرتباتنا. ليش الاستقصاد إحنا استقصانا يشتدي ناس بدلنا أو لا من جاء غير؟ تنفذ الجمعية الطبية الخيرية المرحلة الثانية من الحملة الطبية المجانية الموسعة وبالمشاركة مع مؤسسة الحياة، وتستهدف الحملة أكثر من 10,000 مريض، وكما تقوم بتوعية 20,000 أسرة عن أسباب أمراض سوء التغذية. وتستمر هذه الحملة التي استهدفت مديرية الصافية في العاصمة صنعاء لأكثر من أسبوع. يتم اليوم تدشين الحملة الثانية في مديرية الصافية والتي يتم فيها إجراء المعالجة والفحوصات ما يقارب 10,000 طفل، بالإضافة إلى بعض المحاضرات الطبية المسجدية والتوعية المدرسية وكذلك التوعية المنزلية، حيث تقوم فرق من الممرضين والصحيين بإجراء بعض التوعية المنزلية في الشوارع حول أمراض سوء التغذية. في ظل تواصل الأمطار الغزيرة التي يمن الله بها على اليمن، هطلت أمطار غزيرة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف خلفت أضرارا مادية كثيرة، وتم جرف عدد من المنازل والكثير من مزارع البصل، إضافة إلى جرف عدد من السيارات ومخيمات للبدو الرحل، كما شهدت العديد من مناطق الجوف أضرار مماثلة بسبب السيول. بمشاركة 35 مدرسة من أمانة العاصمة، افتتح اليوم مدير مكتب التربية بالأمانة الأستاذ محمد الفضلي المعرض الأول لمادة الاقتصاد المنزلي في مدرسة أسماء تحت شعار اقتصادنا ينبع من منزلنا، والذي سيستمر لثلاثة أيام متتالية. وقال الفضلي إنه كان من الضروري أن تتواجد مثل هذه المادة الدراسية كمادة علمية وعملية يستفاد منها، واستعرض المشاركون فيه صناعات غذائية تم تعلمها في المدارس، كما تخلل المعرض العديد من الفقرات الفنية. نحن الحمد لله انتشر التعليم انتقل الى كل مكان في الجمهورية اليمنية، لكن التطبيقات العملية والرفض التعليم بحاجة المجتمع وحاجة المتعلم لا زال تحدي كبير امامنا. وها نحن في امانة العاصمة نبدا الطريق، ولدينا قسم إدارة التوجيه التربوي بمكتب التربية والتعليم والاقتصاد المنزلي استطاعت بهذا العمل الرائع ان تنقل نقلة نوعية متميزة.
في نهاية النشرة مشاهدينا أعود وأذكر بأبرز العناوين. 400 كيلو حشيش مخدر يضبطها اللواء 80 حرس حدود بالحديدة. شرطة المرور تنظم فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار سلامتي مسؤوليتي. للمزيد مشاهدينا زوروا موقع القناة سهيل.net وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.